وعليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أعلمكم شون إنه تاخذون بعد ما أنت تكمل الوذر جنريتر الخاص بيك وتدخل البيانات عن طريق برنامج خاص بيه اسمه الوذر جنريتر وتنزله، شنو تسوي؟ تروح على البرنامج يعني الفولدر الأصلي مالتك اللي أنت سويت بيه، هذا هنايا اللي هنا راح نتكلم عن شلون أنا أغير ال W يعني يوزر مال الوذر جنريتر بين اللي سويته وبين البرنامج الأصلي، حتى البرنامج الأصلي تعرف عليه. أول شيء أنت لمن تروح على المكان اللي أنت سويت بيه وذر جنريتر، تمام؟ هسه أنا هنا طريقة شلون دكتورة أسوي وذر جنريتر، روح ارجع هاو تو بريبير الوذر داتا تسوات، راح يعلمك بالتفصيل هاو تو بريبير الوذر داتا الوذر جنريتر داتا لسوات، شلون يحضرهن باستخدام برنامج الخاص بهن. لاحظ هسه انا راح اشوفك يا هنا من السوات ريكويرمنت، انا سميت الملف سميته الوذر جنريتر سوات هياته، تمام؟ انت شو تسوي؟ تروح تنزل هذا الفيرجن اسمه سوات داتابيس، هذا 2 بتنزله دكتورة، تروح تنزله من الموقع الاصلي، تمام؟ هنا موجود هو، نزله من الموقع الاصلي اركسوات على السوفت وير، راح تدخل وضمن سلسلة الاركسوات روح تنزل الوذر جنريتر. بعد ما تنزل الوذر جنريتر شنو تسوي؟ اللي هو هذا البرنامج، هاي السلسلة تروح عليه نفسه تكمل هاي الامور دكتورة شلون كملت وغيرها، ترجع هاو تو بريبير. اخر شيء هو البرنامج هذا اللي هو عبارة عن هذا البرنامج تلقائيا راح يصدر لك ملف اكسس يخلي لك بيه كل الستيشنال مال محطة الدراسة، هذا هو البرنامج بالاخير راح يصدر لك كل هاي الامور اسمه وذر سوات وذر داتابيس وشرح عنه انا بالتفصيل. اوكي اتولد لي انا ملف الاكسس اللي هو هياته هذا الوذر جنريتر داتا اكسس، تروح تدخل عليه تفتحه، تمام؟ تغير بفقرة واحدة، هو شي يسوي لك التقسيمات مال السنوات اللي ياخذهن كل 10 10 10، انت شقد عندك الستيشنات تدخلت لمنطقة الدراسة؟ انا عندي مثلا من 85 ل 2021 يعني 36 سنة، اوكي عيني؟ فبما انه عندي 36 سنة هياته مثل ما تلاحظ هنا، هاي عندي هنا عندي 36، فاروح بس اغير هذا الرن يير اقول له 36 غيرته. هسه بهذا الوقت اللي غيرته به هنا اروح نفس الوقت لهذا للسي الاصلي، تمام؟ للسي الاصلي تروح هنا هاي من تحضر بيانات الوذر داتا تروح على السوات، تروح على الارك سوات، اكو ارك سوات داتابيس، تروح على سوات 2012 MDB. بعد ما تختار هذا الخيار اكو تلقى ضمن الاوبشنات الجانبية اللي بي هاي تلاحظ هنا، اغلق بس هاي الملف اكو تلقى W هذا لاحظ هنا، هذا تلقى W Weather Generator Data User، هذا لاحظ، هذا راح اشر عليه بهذا اللون، تضغط عليه لاحظ تلقى هاي الاشياء المنطق اياها بالبرنامج الاصلي اصلا غير معرفه وما يعرفها البرنامج. فشنو تسوي؟ تروح من هذا الجانب منها تضغط تقول له اول شيء ديليت ريكورد، امسح لي الريكورد الموجود، مسحه، تروح على اكسس اللي سوى لك اياه البرنامج تضغط عليه منها، تمام؟ تقول له كوبي، تروح على الاكسس اللي فتحته انت قبل شويه تقول له بيست، راح يلصق لك اياه هنا. ار يو وانت تو بيست؟ يس. فبعد ما لصق تقول له مجرد سيف الريكورد، هاي سيف لك اياها، وبهالطريقه هاي قدرت انه انت تضمن البرنامج الرئيسي يعرف الديتا مال البرنامج الفرعي. اتمنى تكون محاضرتنا لهذا اليوم مفيده، اذا عندك اي سؤال او استفسار ضمن سلسله هذا اليوم او فيديو هذا اليوم اللي خاص بهاو تو يعني تعريف البرنامج الاصلي يعني identification of ArcSWAT to the weather generator data، بعد ما تحضرها تعلمناك الطريقة. إذا عندك أي سؤال أو استفسار من هذا الموضوع تقدر تراسلنا على القناة. تلتقيكم إن شاء الله بفيديوهات أخرى. دمتم بأمان الله وحفظه.